السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة عبير عامر وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. في ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل خبر بعمله يوصل لكم أول ما بينزل على طول. تحطم حوائط شقق سكنية بسبب انفجار غازي داخل عقار في النزهة. خبر بيقول تحطمت حوائط 3 شقق سكنية نتيجة لانفجار غازي نتيجة تسرب غاز داخل عقار سكني بمنطقة النزهة، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان وتمت السيطرة وعملية الإخماد الناتجة عن الانفجار، وتم إنقاذ سكان العقار. وتقت غرفة عملية النجدة بلاغ من الأهالي بوقوع انفجار غازي داخل عقار سكني منطقة النزهة، وانتقل رجال الحماية المدنية واستمعوا إلى شهود العيان في الواقعة. وكشفت المعاينة الأولية لانفجار غازي داخل عقار سكني في النزهة أن تسرب غاز طبيعي حدث داخل شقة سكنية في الطابق الثالث بمساكن شيراتون، ونتج عنها إصابة شخصين ونقلوا إلى المستشفى، كما نتج عنها تحطم حوائط شقق مجاورة لها. ويقوم رجال المباحث من مديرية أمن القاهرة بالاستماع لأقوال الشهود العيان وقاطني العقار لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، فيما يجري خبراء المعمل الجنائي المعاينة اللازمة حول الانفجار. وتلقت غرفة عملية النجدة بلاغ طبعا زي ما قلت لكم بوقوع انفجار غازي داخل عقار سكن منطقة النزهة، وانتقلوا إلى هناك وتم الإخماد الحريق.